الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء 11 من شهر شعبان عام 1440 هجرية. أنا الآن بجوار حصاة أم واسط. هذه الصخرة المشهورة بأنها تشبه شكل السيارة. طبعا الصخرة هذه تقع في وادي الرقب في مركز جبال العلم، في جبال العلم بجوار قرية فيضة المسعار التابعة إداريا لمنطقة حائل. هذه الصخرة عجيبة سبحان الله، في مشابهتها لشكل السيارة. حقيقة أن هذه الصخرة تعتبر يعني معلم سياحي عجيب، لكن للأسف لم يسلم من التشوهات اللي تلاحظونها، كتابات الذكريات. يعني الصخرة هذه سبحان الله مهيئة أنها تكون يعني منتزه ومزار سياحي تقدم فيه خدمات، يحافظ فيه على نظافة المكان وسلامته ويستفاد منها سياحيا. طبعا من الجهة الثانية يختلف الشكل تماما. يعني ممكن تخيلها أشكال أخرى من الجهة الثانية. الشمس مشكلة في الوجه الآن فمسودة الصورة، يمكن تتخيلها كذا على وجه حيوان، وعالم الخيالات مفتوح. نقرب منها شوي. سبحان الله، شوف الفرق بين من يكتب يشوه وربما يكتسب دعوات الناس عليه، وبين النقوش اللي يعني نشرت أكثر من فيديو لها لأجيال سابقة قبل مئات السنين يوحدون الله ويعظمونه ويكسبون دعوة الناس لهم بالخير. الحصاة طبعا سبحان الله مع الساق هذا جاي على شكل فطر، فطر صحراوي، فطر صخري، صخرة جرانيتية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.